السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي جميع المشاهدين والمتابعين ديالنا من داخل أرض وطن ومن خارج أرض وطن، وشكرا لكم بزاف على التعاليق ديالكم. المهم دابا غنخرجوا نشوفوا السوق، نديروا شي معلومات على بعض الأسماك، نشوفوا شنو غنلقاو إن شاء الله. يلا خليكم معنا، وإلا غلطنا ولا شي حاجة اللي عارف شي حاجة يصحح لينا في لي كومونتير، وما تنساوش لايك. نكملوا هنايا نديروا شويه الاثمنه ديال الحوت، ونوريكم بعض انواع ديال الحوت وكيفاش نفرقوا بيناتهم وكيفاش نعرفوهم. بسم الله نبداو بواحد الحوت. انا تبارك الله الخير موجود، انا تبارك الله ما شاء الله. نبداو بهذا، قليل الناس اللي كيعرفوا هذا الحوت. هذا ها هو، هذا سميتو لالوط، هذا هو لالوط. ها انا تبارك الله كي كتكون هي هذه كتجي ستيك ياك، كيديروا ستيك بواشات، كيجي في الشوا زوين، خير هذا الحماد ديالو زوينين وبنين. هو هذا كيكون الراس ديالو كبير بحال ما هكا، وجاي وكاين صغار الما هكا. شحال كيكون الثمن ديال خويا؟ 60 درهم. مناش كيبدا؟ زعما ملي كيكون رخيص هي مات كي حتى في 60 70 80 درهم، هذا هو الثمن ديالو. انا تبارك الله الحيمات فيه زوينين، هذا هو هذا بحال هكا. كاين هاد النوع هذا هو سان بيير الحر، هذا سان بيير الحر. غندور هكا باش يتبان مزيان، باش كيكون معروف بهذا الخاتم ديال سيدنا سليمان. هذا هو الخاتم ديال سيدنا سليمان، هو هذا سان بيير الحر. مني ما كيكونش فيه هذا الخاتم هذا كيتسمى الميطاليزي ياك، ميطاليزي، وكيكون اللحم ديالو هنايا بريو ميطاليزي. شحال كون الثمن ديال هذا؟ 70 درهم، 60 درهم، 80، 60 70 حتى 80 درهم. نعم عندنا هنايا الميرنا الكولا 60 درهم، 60 درهم اليوم. هذا الروجي، انا تبارك الله مليح خير موجود تبارك. شحال كون الثمن ديال هذا الروجي اخويا؟ 50 درهم اخويا. هذا 50 درهم، انا تبارك الله. كولا شحال الثمن ديالها اخويا يونس؟ كولا هاد ليا ما طلع شويه دايره 45 50 درهم. 45 50 درهم. دابا راه ملي كتكون الحوت قليل كيكون الثمن ديالو غالي، حيت كيكون العرض. غنشوفو الحيمه ديال السان بيير هذه، الحيمه ديال السان بيير تبارك الله كي كتجي تبقى لي كتجي بحال الحليب اصاحبي. انا تبارك الله ما شاء الله. هذا شونتيو هذا. هذا ملي كيكون العرض قليل كيكون الحوت قليل اكثر من الطلب، راه كيكون الثمن ديالو مرتفع شويه. هذا القرص، هذا القرص تبارك الله معروف بهذ النقطه ديال الشهر، كيكون معروف بهذ النقطه بحق. هذه الضلعه ديالو ميسكل العضله. شحال الثمن ديال القرص؟ القرص 60 درهم. القرص 60 درهم تبارك الله مليح. هذه الكولا، هاد الدوراد، دوراد حر، دوراد حر زريقه معروفه بالتاجه، التاج ديالها هو هذا. هذه الدوراد الحر، نعم الدوراد الحر كتكون معروفه بالتاج، ملكيه تبارك الله ما شاء الله. هي زريقه، شحال الثمن ديالها خويا؟ 90 درهم حتى 80 درهم، 90 80 درهم. أنا تبارك الله ما شاء الله. هذا الدبدوب كوربي، أنا تبارك الله. كروفيت حدي اليوم، كروفيت اليوم 80 درهم، كروفيت 80 درهم. كالامار، كالامار حر. ايه واش معروف بهاد؟ يا اللي قال لك حر قول ليه يا سبحان الله. هذا هو الكلام الحر،
هذه هي السنسول ديالو العمود الفقري ديالو. خويا يونس شكرا والله حب... تبان معنا يونس. انا خويا يونس. السلام عليكم. الله يسر الامور. الله يعاونك. مرحبا بكم عندنا في سوق حي الشريفه. يونس خويا الله يسر الامور. كيمشيو معنا هادو بعض المعلومات وبعض الاثمنه ديال الحوت. على تبارك الله حيد يدك العينه. شدنا بشويه. انا خويا مراد. شحال الثمن ديال الباجو خويا مراد؟ 100 درهم. 100 درهم تبارك الله ما شاء الله. اللهم بارك. على سيدي. وكنشكر جميع المتابعين ديال قناه اسماك العيار. ما تنساوش لينا لايك. وغنختموا عندنا بالمحل. ومرحبا بكم عند اسماك العيار. وبعدها غنساليو الفيديو ديالنا ديال اليوم. وشكرا على حسن المتابعه.